السلام عليكم. لي مع وصفات والدتكم بهذه الحلوه اللي هي على شكل روشيات، صبيعات على شكل روشيات بنشا. تقطع كميه لاباس بها، بنتها بنه. يلا معايا باش نشوفوا التفاصيل تاع الوصفه كيفاش جهزنا هذه الحلوه هذه تاع نهار اليوم. بالنسبه للمقادير واش نحتاج، هنا عندي 250 غرام مارغرين طريه، راح نحتاج معها زوج بيضات كاملين، مغرفه كبيره تاع لافاني فاني بودره، نحتاج هنا كاس تاع السكر رطب سكر غلاس، وهنا عندي زوج كيسان تاع لا مايزينا، زوج كيسان درتهم لهنا تاع مايزينا، كاس تاع السكر غلاس، ونلمبط بطبيعه الحال، والفارينه باش نلمو العجينه. واش يبقى لنا؟ نكملوها بالفارينه. اذا نبداو بالطريقه مباشره. هذيك لا مارغرين طريه بطبيعه الحال، راهي سخانه يعني غير تخرجها راح تصرى. ندير لافاني، ندير هذوك الزوج بيضات، ونزيد هذاك الكاس تاع السكر غلاس، بلا ما ننساو باكي تاع خميره كيميائيه. دوك نجبدو، نسيت فقط ما جبدتوش، ها هي الخميره باكي تاع وزن 10 غرام. نخدم هاد المقادير مع بعض حتى نتحصلوا على خليط كريمي. من بعد نزيد هذوك زوج كيسان تاع مايزينا، عرفوا انو المايزينا خفيفه، اذا غير بالعقل نخدموا معاها. ندير هذيك المايزينا باكي تاع خميره كيميائيه، ندخل هذيك المايزينا مليح، من بعد نزيد الفاين تتلمي العجينه. هنا حبيت نقيس انا بالكاس هكذا باش نعطيكم المقادير مضبوطه. ندير الكاس الاول، إذا هنا لازم نخلو العجينة طرية باش نقدر نخرجها باللمبوط. إذا ندير الكاس الأول، إذا هاي العجينة تحصلت عليها تكون طرية شوية، ما تديهاش كيما الصابين ناشفة. يعني دات لي انا 4 كيسان تاع فارينا، يعني على حسب البيض تاعك بالتقريب 4 كيسان. اذا من بعد واش ندير؟ نجيب امول يدخل للفوق، درت له ورق الطهي، ونبدا نشكل اذا باللمبوط، ونشكل حبات كامل نفس الطول. بعد ما عمرت السنيوان ندخلها للفرن على 180 درجه حتى نطيب، نخلوها تبرد ونعاود نرجع لكم باش نكملوا، يعني نكمل كامل العجينه اللي عندي ونرجع لكم باش نزينوه مع بعض. بعد ما طابت الحلوه هي معنا حتى برد، يعني خلوها حتى تبرد من الاحسن. من بعد نجيب هنايا كميه تاع المعجون، معجون تاع المشمش، ولا يعني حنا تولفنا نخدموا دائما بالمعجون تاع المشمش. نحكم الحبه، ندير لها شويه تاع المعجون، قسمه لصق لنا الحبه مع الحبه، ونلصق حبه مع حبه بهذه الطريقه، ونخليهم ينشفوا. اذا نزيد اللصق، نكمل كامل الكميه اللي عندي حتى السنيوات اللي طيبتهم الاخرين كامل نلصقهم بنفس الطريقه. بعد ما لصقت الحلوه ونشفت، لازم تنشف الحبه مع الحبه يتلصقوا. هنا عندي كميه تاع الشوكولا بالحليب ذوبتها في حمام مائي، يعني قطع صغيره وذوبيها. هاد الكميه ندلها حوالي مغرفه صغيره تاع الزيت فقط، نخلطها مليح. بعد نحكم هذيك الحلوه وندير الاطراف فقط في الشوكولا بهذه الطريقه، عمليه سهله. نديرو غير الاطراف برك، نديرها تنشف. اذا ها هو الشكل تاعها كيفاش يجي. بعد ما نشفت الحلوه ها هي معنا واجده. قطعت لي 30 حبه، يعني والحبه كما رانا نشوفوا فيها ما شاء الله ماشي صغيره.
انا اليوم عملتها على شكل اصابع، لصقتهم بالمعجون ودرت لهم الشوكولا من الاطراف. يعني هذه الوصفه قديمه هكا، نفكروها شويه. اذا راح نشوفوا القوام تاعها كيفاش جانا. نقسم حبه ونشوف. بسم الله، يتقسم بكل سهوله. هذاك النشا يخلي الحلوه تاعنا تجي طريه طريه طريه، تجي تذوب في الفم. اتمنى انكم تجربوها. الى عندكم اي مناسبه، صحاب البيه نقول لهم ربي ان شاء الله ربي ينجحهم. من بينهم وليد اختي راه يتجوز، يعني نتمنى له النجاح وكل وليداتكم يا ربي في كامل القطر الجزائري. اذا جربوا الوصفه، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.